من الرياض نتحدث أكثر عن هذا الموضوع. سليمان العقيلي ينضم إلينا، الباحث والمحلل السياسي. أهلا بك معنا سيد سليمان. إذا نتحدث عن المحطة الأولى بأول جولة لترامب خارج البلاد، كيف ممكن أن نقرأ بشكل أوفى دلالات هذه الزيارة؟ نعم، مساء الخير لكم وغالي مشاهديكم. واقع أنه زيارة ترامب للعاصمة السعودية العربية الإسلامية الشرق أوسطية لتكون أول محطة في جولة في أول جولة خارجية له، يعطي مؤشر كبير جدا على أهمية المملكة العربية السعودية في السياسة الخارجية الأمريكية الجديدة للإدارة الجديدة، وعلى الأهمية القصوى التي تبذلها الإدارة للشراكة مع المملكة ومع المسلمين. ويبدو أن الإدارة قد أعادت ترتيب الأولويات التي كانت قائمة في وقت أوباما، كما أنها يبدو أنها قد يعني أعادت دراسة الاستراتيجية الأمريكية في الشرق الأوسط الميالة إلى التحالف مع إيران سابقا، والآن يبدو أن البوصلة الأمريكية تعود إلى الرياض لتكاتف أمريكي سعودي عربي إسلامي لمواجهة المخاطر والتهديدات التي تضغط على السلم والاستقرار في هذه المنطقة. نعم، مهمة استراتيجيا لواشنطن وللعواصم الغربية. كيف ستكون تداعيات هذه الزيارة على الأرض سيد سليمان؟ يعني الاهتمام بالمملكة العربية السعودية كان حتى في أيام ولاية باراك أوباما، لأن السعودية بالنهاية تفرض نفسها كوزن ثقيل، يعني يبقى هذا بغض النظر عن أي رئيس أمريكي موجود، ولكن على الأرض وعمليا كما يحكى اليوم بترامب، كيف ستؤثر هذه القمة والزيارة؟ نعم نعم، هو في الواقع القمة ستكون لها انعكاسات على الخريطة السياسية الشرق أوسطية، لأنه بالتأكيد أنه أوباما أولى عناية للعلاقة مع المملكة العربية السعودية، بل وهو أكثر رئيس أمريكي زار المملكة حيث أفرد لها 4 زيارات، ولكن الفتور الذي قوبلت به زياراته الأخيرة عكست للمراقبين في الرياض وفي الخليج مدى التململ السعودي من السياسات أوباما التي كانت تحبذ التعاون مع المصالح الإيرانية. الرئيس ترامب قلب المجن على إيران، وهو يريد شراكة حقيقية مع الرياض ومع العرب ومع المسلمين، وهو قد يعني أعاد ترتيب الأولويات لتعود الشراكة السعودية الأمريكية والتأثير الأمريكي في الشرق الأوسط الذي فقد قيمته في عهد أوباما عندما فقدت السياسة الأمريكية مصداقيتها بالسياسة الانسحابية وبترك الفراغ كي تملأه روسيا. نعم، ويعني كما يعنون اليوم تعنون العلاقات بأنه بأفضل حالاتها العلاقات السعودية الأمريكية على الإطلاق. من الرياض أشكرك جزيلا، كنت معنا سيد سليمان العقيلي الباحث والمحلل السياسي.